مساء الخير. النهاردة شارك آلاف المصريين وأبناء الجاليتين الفلسطينية والسورية يتقدمهم السيد إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس في جمعة إنقاذ الأقصى ونصرة الشعب السوري في الجامع الأزهر. سمعنا هتافات بتؤكد أن تحرير فلسطين والأقصى قرب مع اندلاع الثورات العربية، وأن نهاية نظام بشار برضو قربت، وهتافات ضد الأنظمة الداعمة لبشار الأسد. كمان هنية وفي تصريح لافت أكد في خطبته اللي أعقبت صلاة الجمعة دعمه لتضحيات الشعب السوري، وده موقف مهم بالنسبة لوضع حماس اللي قيادتها موجودين في دمشق وتحت حكم النظام السوري. خلينا نشوف التقرير دوت ونرجع لكم تاني. جمعة إخوانية بامتياز في الأزهر الشريف صباح اليوم، حضرها رئيس الوزراء الفلسطيني السابق إسماعيل هنية، القيادي بحركة حماس، ومرشد الإخوان المسلمين، ومجموعة من شيوخ وعلماء الأزهر الشريف وشيوخ القدس وناشطون سوريون ومصريون، إلى جانب عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومريديها. احنا هنا جينا عشان نقول للشعب الفلسطيني احنا معاكم شهداء بالملايين على الشعب الفلسطيني وتحرير الأقصى والقدس وسوريا. احنا معاك يا سوريا، ان شاء الله هيتم تحرير سوريا بينا بشعب مصر مش بأي حد تاني. عبر الإخوان اليوم في الأزهر عما يمكن أن نصفه بالإرهاصات الأولى للتوجه الجديد للمؤسسة الدينية المصرية الرسمية، تلك المؤسسة التي تختلف اختلافا جذريا في توجهاتها وتأثيرها عن ماضيها أيام النظام الذي يوشك على السقوط. هذا المؤتمر الذي عقد اليوم لم نكن لنشهده في فترة سابقة، فهناك تغيير واضح جدا في النصرة للقدس والأقصى في هذا الوقت بعد الثورة المصرية. ولعلها لم تكن مصادفة أن يتزامن هتاف الإسلاميين اليوم في الأزهر تحت شعار إحنا أولاد البنا مع اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال في القدس الشريف. ومع تأكيد إسماعيل هنية من فوق منبر الأزهر على أنه يرفض الاعتراف بإسرائيل رغم كل ما تتعرض له غزة من حصار وما يتعرض له المرابطون في القدس من هجمات متتابعة، يواصل جيش المقاومة والممانعة الأسدي في سوريا توجيه فوهات دباباته وراجماته تجاه الأحياء السكنية السورية مقاوما للحرية وممانعا للتغيير السياسي. الإنسانية تستصرخكم، الأطفال الذين يموتون جوعا والذين يموتون تحت القصف والذين يموتون في المشافي لقطع التيار الكهربائي لقطع الامتدادات الطبية، الجرحى الذين إذا جرح أحدهم ولو جرح بسيط في رجله يموت لأن دمه يتصفى. ومن اللافت اليوم في مشهد الأزهر الشريف أن كتلة الغضب الموجه تجاه الموقف الإيراني الرسمي وموقف حزب الله من سوريا لم تعد على هامش الحديث في مصر، حتى إن حزب الله الذي كانت أعلامه وصور أمينه العام السيد حسن نصر الله تجاور صور عبد الناصر في القاهرة منذ أعوام قليلة، صار اليوم هدفا للهتاف ضده في حضور قيادات حماس مثله مثل إسرائيل. مؤكد أن هناك حالة امتعاض شعبي من تعاطف بعض الأنظمة وبعض القوى السياسية في المنطقة العربية كموقف إيران تحديدا، النظام الإيراني تحديدا، وموقف حزب الله تحديدا من مؤازرة النظام السوري وهو يقتل شعبه. وخلاصة القول التي يمكننا أن نخرج بها من هذا المشهد هو أن مصر الرسمية اليوم صار بوسعها أن تقدم على أشياء كانت من محظوراتها السياسية والاستراتيجية فيما مضى، على الرغم من أن الكثير من أبناء الثورة ما زالوا يؤكدون أن الطريق لم ينتهي بعد وأنه ما زال للكفاح الثوري بقية. إسماعيل هنية على منبر الأزهر. النظام السابق
كان بيخليه يستنى على معبر رفح وهو رئيس وزراء، لما كان رئيس وزراء كان بيقعده على الرصيف ويمنعه من الدخول. سبحان الله، يعني مسير الأمور. النهاردة حملة دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لانتخابات الرئاسة رفضت توجيه اتهام لأي طرف في حادث الاعتداء الذي تعرض له المرشح الرئاسي مساء أمس. الكلام ده كان على الطريق الرئيسي خارج القاهرة أثناء عودته من إحدى جولاته الانتخابية، كان جاي على الطريق الزراعي ويبدو على مدخل القاهرة حصل الموضوع. وقالت الحملة أنه لا يمكن توجيه اتهام دون دليل أو سند، وقالت إنها وضعت كافة المعلومات المتعلقة بالحادث وملابساته في حوزة الأجهزة الأمنية التي تباشر البحث عن الجناة والتحقيق في الموضوع. دي صورة الدكتور عبد المنعم الفتوح في غرفته في المستشفى، هو طبعا خرج النهاردة بالسلامة. وعرفنا كمان أن أبو الفتوح فضل الخروج من المستشفى واستكمال فترة النقاهة في منزله برغم مطالبة الأطباء له بالمكوث في المستشفى ليوم آخر. احنا معانا تليفون يا شباب من الأستاذ علي البهنساوي، مش كده علي البهنساوي؟ مدير حملة دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. أهلا وسهلا بيك أستاذ علي. أهلا وسهلا أستاذ علي. هو إيه اللي حصل بالظبط؟ يعني الموضوع ملابسات وتوحي بأنه مدبر ولا حادث سطو عادي زي ما بيحصل طول الليل والنهار في مصر؟ خليني يا فندم أحكي لك اللي حصل بالظبط. دكتور عبد المنعم كان راجع من شبين الكوم، كان قضى اليوم كله في المنوفية، زيارة للجامعة ولقاء بالمتطوعين في حملته هناك، وبعدين مؤتمر جماهيري في الشارع بعد صلاة العشاء. وأثناء ما هو كان متوجه للقاهرة كان خلاص طالع على الطريق الدائري، اعترض طريقه سيارة ميتسوبيشي نزل منها ثلاثة ملثمين معاهم أسلحة رشاشة، تحت تهديد السلاح أجبروا دكتور عبد المنعم والأستاذ مصطفى السائق بتاع دكتور عبد المنعم على إن هم ينزلوا من العربية، واعتدوا عليهم بكعب الأسلحة الرشاشة، مما أدى إلى إصابة أستاذ مصطفى بجروح في الرأس وكدمات، وإصابة دكتور عبد المنعم مفتوح بكدمات شديدة في الرأس. الملثمين خدوا السيارة اللي كان بيركبها دكتور عبد المنعم والسيارة بتاعتهم وكملوا طريقهم على الدائري في اتجاه القاهرة. أستاذ مصطفى قدر ان هو يوقف احد السيارات المرة وقدم لهم نفسه ودكتور عبد المنعم، فالناس طبعا خدوا دكتور عبد المنعم وطلعوا على مستشفى القاهرة الجديدة اللي موجود في التجمع الخامس. دكتور عبد المنعم ساعتها انا اتصلت بيه بعد ما عرفت وكلمته وقال لي ان انا اوضح الموضوع بسرعة علشان ما يطلعش اشاعات والناس تحط الموضوع في صورة اكبر من صورته، وقال لي كلمني تاني، يعني قول لي هتكتب ايه او قول لي هتعمل ايه بالضبط. كلمته تاني بعديها، كان تقريبا وصل المستشفى وبطل يرد على تليفونه، فانا توجهت للمستشفى وجدت هناك عدد من الزملاء من الحملة، عدد كبير قوي من المتطوعين اللي عرفوا ان الدكتور اصطاب وراحوا من نفسهم على المستشفى في القاهرة الجديدة. طيب يعني في كلام نشر على انه دكتور عبد المنعم اصيب وهو بيدافع عن السواق تقريبا؟ هو فعلا، لان هما يعني الاعتداء ابتدى على مصطفى، وحضرتك يعني استاذ عبد الرحمن كنت قابلت دكتور عبد المنعم طبعا كذا مرة وحضرتك تعرفه كويس طبعا. هو ما يعني لما بيشوف الغلط ما بيحبش يسكت. يعني هما ابتدوا يضربوا في السائق مما ادى الى تدخل الدكتور عبد المنعم دفاعا عن السائق فضربوه. بالظبط كده. وزي ما قلت لحضرتك لما رحت المستشفى لقيت ان الاطباء بيجروا لدكتور عبد المنعم فحوصات، وعلى اثر نتيجه الفحوصات دي قرروا ان هو يدخل العنايه المركزه علشان يفضل تحت الملاحظه مدة 24 ساعة، لأنه كانت الكدمات دي أدت طبعا إلى إصابته بارتجاج في المخ. أنا وصلت هناك وكان في عدد من الناس اللي بتزور، كان لسه ماشي من عنده أستاذ حمدين صباحي، وكان في عدد من أعضاء حملة الشيخ حازم. الدكاترة بعديها بشوية طلبوا مننا أن احنا نغادر المستشفى طبعا حرصا على راحة الدكتور وراحة المرضى التانيين.
وقالوا لنا ان هو الدكتور هيقعد في المستشفى 24 ساعة. النهاردة الساعة 10 الصبح الدكاترة وافقوا على ان الدكتور يخرج ويتوجه الى منزله، ولكن اكدوا على ضرورة التزامه بالراحة وبعدم قيامه بلقاءات واجتماعات في اليوم او اليومين القادمين. أستاذ علي البهنساوي، أنت تستطيع أن تصف حالة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بأنها مستقرة؟ نعم يا فندم، حالته الحمد لله مستقرة الآن. طيب، شكرا للأستاذ علي البهنساوي رئيس أو مدير حملة دعم أبو الفتوح للرئاسة. الحقيقة شيء جميل جدا أن احنا يكون عندنا في يوم من الأيام رئيس جمهورية كاد أن هو يموت وهو بيدافع عن سواقه. أعتقد أنها مفارقة لطيفة جدا يعني. النهاردة كمان في مصادفة غريبة، أو ربما مش مصادفة أو مش غريبة يعني، وقع اعتداء آخر على شخصية سياسية أخرى، هو الدكتور حسن البرنس. وده لمن لا يعرفه وكيل لجنة الصحة في مجلس الشعب، كان في طريق عودته من البحيرة إلى إسكندرية، عربية مقطورة كبيرة فضلت ماشية وراه وطردت سيارته لغاية ما خبطتها بقوة جدا وكادت انها تقلبها، وتم نقله سريعا الى مستشفى السراي في اسكندريه، والحمد لله حالته مستقر. نحاول نفكر يعني، اللي ما يعرفش الدكتور برنس هو صاحب اقتراح نقل مبارك من المركز الطبي العالمي الى مستشفى سجن طوره، كما شارك ضمن لجنه برلمانيه زارت السجن للوقوف على جاهزيه المستشفى لاستقبال مبارك. قبل أن توصي يعني هذه اللجنة في تقرير أقره البرلمان بنقل مبارك إلى مستشفى السجن، والدكتور برنس تلقى تهديدات بالقتل هو وعدد من أعضاء اللجنة اللي أوصت بنقل الرئيس المخلوع لمستشفى سجن طرة. يعني الباقيين يستخبوا بقى الظاهر يعني أو يعني اللي يشوف عربية نقل يحاول يركن أو يجري يعني يتصرف أو يروح المستشفى على طول، هو كل واحد بقى يتصرف لغاية ما تشوف القصة دي آخرتها إيه. في موضوع بقى لطيف جدا اللي هو موضوع إطلاق بعض أفراد وضباط الداخلية، إحنا متعودين كلمة إطلاق بعدين ضباط يبقى إطلاق النار، لا المرة دي إطلاق لحاهم. في مجموعة ضباط عايزين يربوا دقونهم ويبدو أن الموضوع يتجه للتصعيد. الداخلية أوقفت النهاردة نقيب في الأمن المركزي عن العمل ليصل عدد الموقفين عن العمل إلى 14، إضافة إلى قرار بنقل ضابط من مكان عمله، كما يتم حاليا التحقيق مع 150 أمين وفرد شرطة أرسلوا طلبات إلى الداخلية للسماح لهم بإطلاق لحاهم. وفي تصريح لياسر جمعة مؤسس ائتلاف أنا ضابط شرطة ملتحي، كتبوا على الصفحة الخاصة بالائتلاف على الفيسبوك، وقال فيه إن كل الخيارات التصعيدية متاحة ضد وزارة الداخلية بعد موقفها التعسفي ضد الضباط الملتحين، وذلك بإقامة الدعاوى القضائية ضد الوزارة بسبب موقفها من الضباط الملتحين. حزب النور السلفي النهاردة دخل على الخط وقال إن إطلاق اللحية حق شرعي للضباط، وإن الحزب سيحاسب وزير الداخلية قضائيا على موقفه المتعنت، وقال الحزب إنه سوف يساند هؤلاء الضباط في حقهم في إطلاق لحاهم. احنا معانا تليفون من الاستاذ نادر بكار المتحدث باسم حزب النور. الاستاذ نادر، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا اهلا بك يا عبد الرحمن. يا مرحبا، اهلا وسهلا. ازيك استاذ نادر؟ استاذ نادر انت ملتحي؟ شفت الصور يا استاذ عبد الرحمن ولا ايه؟ لا شفت طبعا، فانا باكد بس يعني ان حضرتك بس حضرتك اكيد مش ظابط. لا طب خلاص، ان كان ده شرف طبعا ان الواحد يخدم وطنه في مجال حزب طيب. الامن ده حاجه شرف يعني. طبعا. طب ايه مشكله ان ضابط الشرطه، استاذ نادر معلش يعني، ايه طب. مشكله ان ضابط الشرطه يكون عنده دقن يعني؟ انا عارف والله، ده سؤال بقى يوجه للسيد وزير الداخليه اللي هو ترك كل مهامه وترك كل التهم الموجهه اليه وترك حادثة بورسعيد وصار متفرغ الآن إطلاق التصريحات.
واحده من عينه ان هو لم يسمح باطلاق اللحى في الوزاره، وواحده ثانيه ان هو مستاء قوي من كلمه تطهير لوزاره الداخليه. فالامر طبعا يسال عنه معالي الوزير ولا يسال عنه متحدث باسم حزب. احنا بالنسبه الينا المساله حقوقيه بحته، ناس لجأت الينا بغض النظر بقى الوقت المسار من عدمه، مش احنا اللي اثرنا هذه القضيه، انما شباب نحسب ان هو ملتزم، ملفاته كلها تشهد على وزاره الداخليه ان هم من اكثر الناس انضباطا وحرصا على اداء واجباتهم. ناس التجأت الينا وبتطالبنا ان احنا نساندها لاخذ حقها الشرعي والقانوني. فالمساءل الان هو وزير الداخليه، لما كل هذا التعنت؟ لما هذا التعامل المتعسف مع بعض افراد وزارته في الوقت اللي للاسف الشديد ضباط تانيين عنده عارفهم بالاسم متهمين في قضايا قتل متظاهرين الى الان بيعملوا؟ انا فوجئت يعني النهارده، وارجو ان يكون الكلام ده يطلع هو وزير الداخليه ويكذبه، ان الضابط المتهم بقنص الشباب في عيونهم الى الان لازال مستمر في عمله، وتقريبا بقى في حراسه سفارات او حاجه زي كده. بس 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 حالق دقنه يا استاذ نادر. ما هو دي بقى المشكله، بس حالق دقنه مستمر في عمله، بس حالق دقنه، بس حالق دقنه. فهو الوزير الظاهر بيقص عن العمل بس اللي حب ان هو يتمسك بحقه في ان هو يطلق لحيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، من غير ما يفرض ده على حد يعني، ولا يقول مثلا ده الواجب على الناس كلها، ده حق. طب استاذ نادر، حضرتك هتتحركوا مع هذه القضيه عن طريق استجوابات في البرلمان، ولا هتساعدوا الناس في رفع قضايا يعني في القضاء؟ احنا طبعا طردناهم ان هم يرفعوا قضايا، واعتقد ان موقف وزير الداخليه والوزاره كلها ضعيف جدا. لو احنا في دوله عايزه فعلا تعلي من شان القانون، ضعيف جدا جدا، ده مطلق الحق لهم في ذلك، سواء الحق الشخصي او حتى الحق الشرعي. وفي نفس الوقت ان شاء الله هنقدم طلب لإحاطة عاجل، نفهم بقى ازاي من السيد وزير الداخلية ان هو الى هذا الحد يصل به يعني المدى، ان يوقف ضباط لمجرد ان هم ارادوا ممارسة حقهم. والمشكلة كمان القانونية اللي واقع فيها لسيادة الوزير، ان ايقاف كثير من الضباط عن العمل كما ورد على ألسنتهم تم بدون ابداء اسباب، وبعضهم بيقول لي ان هو وقف عن العمل ومكتوب له في ذلك لما نسب اليه، بس كده من غير اي تعرض لمساله بانه اطلق لحيته من عدمها. فده نوع طبعا من التصرفات الغير مسؤوله اللي بتثير علامات استفهام كثيره حول هذه الوزاره، المفترض ان هي الذراع اللي بتطبق القانون. استاذ نادر، انا بشكرك على هذه المداخله، وبشكرك الحقيقه على ان حضرتك قلت او يعني نبهت على انكم باصين للقضيه ديت على انها قضيه حقوقيه بالدرجة الأولى. شكرا للأستاذ نادر بكار. والحقيقة أنا بقول للضباط اللي مستعجلين في موضوع اللحية دوت، ما تقلقوش، قريب جدا جدا هيجيلكوا وزير داخلية ملتحي، فما تستعجلوش. معانا برضو لسه في موضوع الأمن، في استطلاع أجراه مركز جالوب الأمريكي للأبحاث مؤخرا كشف تراجع شعور المصريين بالأمان من 82% في سنة 2010 إلى 47% في 2011، طبعا بسبب غياب الشرطة. طالب الاستطلاع في توصياته الجهات الحكومية وغير الحكومية باتخاذ إجراءات لمواجهة مشاعر الخوف، سواء كانت حقيقية أو خيالية. كمان في استطلاع تاني لمركز اسمه مركز نيلسون العالمي، قال ان المصريين خفضوا نفقاتهم على الوسائل الترفيهية بسبب شعورهم بالكساد، وان مصر وصلت للمركز السابع في الدول التي يقر سكانها بانهم في حالة ركود. معنا اتصال من العميد الاستاذ حسين حمودة، طبعا هو عميد سابق في جهاز امن الدوله. اهلا وسهلا بيك سياده العميد. اهلا بسيادتك استاذ عبد الرحمن، سامعني كويس يا فندم؟ سامعك كويس يا فندم، ازاي صح؟ الله يخليك يا فندم، ربنا يكرمك، عايزين نشوفك في ميدان التحرير ان شاء الله. ان شاء الله انا موجود على طول. طبعا يا فندم ما نتحرمش منك. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، صدق الله العظيم. اخي العزيز استاذ عبد الرحمن، تحيه مباركه ان شاء الله الى شعب مصر 25 يناير، واسر واصدقاء الشهداء والمصابين، والقوى الثوريه كافه
والدكتور عبد المنعم الفتوح شفاه المولى عز وجل. طب خش في الموضوع بقى سيادة العميد، يعني قول لنا على موضوع احساس المصريين بالامن. نعم، احساس المصريين يرجع افتقار اليه الى العقيدة الامنية التي تحولت من حام للامن والقانون الى احد اسباب الثورة بل والفوضى، وهذا ما ظهر جليا. نقاط سريعة لكسات: الانفلات الامني كان موجودا قبل ثورة 25 يناير على ارض الواقع، وان الثورة اظهرته واججته فبدا جليا للكافة وتحولت من انفلات الى انهيار امني كامل. طبقا للقاعدة المنسوبة للفيلسوف هيجل، التراكمات الكمية تؤدي الى تغيرات نوعية. الحاجة الثانية ان الامن شعور، يرجع الشعور بنقص الامن النفسي الى الفوضى، ضعف تطبيق القانون، فساد واستغلال النفوذ، انتشار معدلات الجريمة، وهذا جليا للكافة. لكن القضية، طب كيف نقضي على هذا الانفلات الامني؟ كيف يشعر مواطن بالامن؟ الآية اللي قلتها في الأول لها علاقة بموضوعنا، الظالمون لا يشعرون بالأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا. دولة الإسلام أو الإيمان إذا كانت ظالمة تفنى، ودولة الكفر إذا كانت عادلة تبقى، كما قال ابن تيمية. نعم. قال ابن القيم: أينما كان العدل فثم شرع الله ودينه، وإن لم ينزل به وحي أو ينطق به رسول. إذن أدي أول حاجة سبب مبدئي إن دولة ظالمة. اثنين، العقيدة الأمنية فاسدة. يعني اسم وزارة الداخلية أصلا لا يتفق، مسموش اسم وزارة الأمن وإنفاذ القانون مثلا، وشعار الشرطة مسموش درع القانون وسيفه. ومن ثم إذا كان اسمها كان من 1500 سنة، من قرن ونصف، وزارة الداخلية لأنها كانت تهتم بشؤون الداخلية، فما فيش وزير غير اسمها، اسمها ملوش علاقة بالأمن أصلا، فكيف تعكس أمن؟ الضابط غير آمن لأنه مقهور مضغوط عليه، إما أن يمشي في النظام ويخصخص الأمن كما خصخص في عهد الرئيس مبارك وبالذات في العصر الأخير لإنفاذ مسلسل التوريث، فأصبح الضباط الشرفاء لازم القضاء عليهم حتى توطئة لإنفاذ مسلسل التوريث. فهل هذا الرجل الفاقد للأمن سيعكس أمن؟ يقال الآن إصلاح للمؤسسة، هي عاوزة ريبيلدينج، إعادة بناء وليس ريستراكشرينج، إعادة إصلاح هيكلة، الأمر جلل. طيب هل هو حقيقي؟ آه شعور حقيقي طبعا. نقضي عليه إزاي؟ من خلال هذا الإصلاح، إجراءات العدالة الانتقالية، ترانزيشنال جاستس ميكانيزم. يعني حضرتك لو لم يحدث التطهير وفق قاعدة العدالة الانتقالية، يعني زي ما حدث في جنوب افريقيا، اعترف ادفع واتكل على الله، confess pay and go، فلازم يحصل اعتراف. اما النهاردة تقولي تحقيقات على غرار محاكمة مبارك مش هتجيب حاجة. تلت وزارة الداخلية على الاقل من القيادات الى القاعدة يجب، يعني سرطان يجب التخلص منه حتى لا يعدي باقي الجسد. ثم قطع على المستوى القريب، ثم المستوى المتوسط، ثم المستوى البعيد. هذا الكلام العلمي هو اللي يصلح الاحساس بان الامن مسؤولية الشعب المصري كله، والمجتمع المدني له دور فاعل فيه، مش مجرد مجموعة من الضباط. مساعد وزير على الاقل مدني لحقوق الانسان يقوم بان هنقعد عدة سنوات عشان نحصل تطهير وعشان يحصل محاسبة حقيقية. شكرا. غير ذلك لن يشعر المواطن بالامن. انا عاوز كل مواطن في بيته عزب او ضرب ياخد صك ببراءته معنويا وماديا من وزارة الداخلية حتى يتم إعادة الثقة المفتقدة بين الشعب والمواطنين وتكسير هذه الهوة الكبيرة. شكرا للعميد حسين حمودة، العميد السابق في جهاز أمن الدولة، على هذا الكلام. الحقيقة كلام جميل جدا، وأتمنى أنه يصل إلى أسماع أولي الأمر. في واقعة مؤسفة النهاردة حصلت في مدينة الأقصر الجميلة، اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي المجلس العسكري، وكانت الحكاية دي خلال تظاهرة لدعم الجيش والشرطة والسياحة في الأقصر. الأخبار اللي عندنا بتقول أن منطقة ساحة معبد الأقصر وميدان أبو الحجاج شهدوا عمليات كر وفر بين الجانبين، والأخبار اللي عندنا بتقول أن ناشطين شباب دخلوا وسط التظاهرة وهتفوا بترحيل توفيق عكاشة المشارك في الاحتفالية، ورفعوا صور بط وحزم جرجير، ويبدو أنها استفزت الأخ عكاشة والناس اللي كانوا معاه، مما تسبب في وقوع مشادات تطورت إلى اشتباكات بالأيدي، لكن الموضوع خلص على خير والحمد لله. احنا مستعجلين، أو أنا شخصيا مستعجل، عشان أوصل لضيف حلقة النهاردة وهو الفنان الرائع الأستاذ حمزة نمرة، فحنطلع فاصل سريع ونرجع نشوف المقالات قالت ايه سريعا علشان نفسح المجال لحمزة نمرة اللي اكيد في ناس كتير جدا مستنياه عشان تسمعه.